احنا عارفين انه البورصة فيها مؤشرات اي جي اكس 30 واي جي اكس 70 وكمان اي جي اكس 100 اللي هم بيرصدوا التداولات وقيم الاسهم للشركات اللي هي متقيدة في البورصة حسب اوزانها النسبية. يعني اي جي اكس 30 بيقيس نشاط اكبر واهم 30 شركة، اي جي اكس 70 اوسع طبعا انه بيرصد حالة 70 شركة زيه برضو اي جي اكس 100. لكن البورصة نفسها يعني هي كلها على بعض مؤشر للاقتصاد. من زمان احنا عارفين انه لما البورصة تطلع ده معناه ان الاقتصاد احسن، وانه الشركات والاسهم المصرية بيدخل فيها مستثمرين اكتر، وكل ما حجم تداولات اللي هي بيع وشراء الاسهم يزيد فده معناه انه الاقتصاد المصري جذاب وممكن يبقى احسن، ممكن يتوسع اكتر، لان البورصة في الاساس وسيلة تمويل للشركات. النهارده مؤشرات البورصة المصرية كلها ارتفعت وحققت أرباح بحوالي 13.7 مليار جنيه، وفي حالة تفاؤل وفي حالة إقبال من المستثمرين المصريين والعرب. وكمان البورصة فيها اليومين دول حالة كده يعني عاملها سهم شركة طاقة عربية اللي عامل قفزات رهيبة في سعره لدرجة ان البورصة لغت تداولاته قبل كده، والنهاردة وقفت التداول عليه لمدة 10 دقائق، لكن في النهاية حصل عليه تداولات كبيرة وكان الحقيقة محل تساؤلات كتيرة جدا. معنا على التليفون دكتورة رانيا يعقوب خبيرة اسواق المال وعضو مجلس ادارة البورصة المصرية، اهلا بحضرتك. ويعني احنا مش فاهمين ايه اللي حصل ده. مساء الخير اولا واهلا بحضرتك. خلينا يمكن نتكلم على سهم طاقه عربيه ونوضح الصوره للناس، لان من اول امبارح في كثير من العناوين الاعلاميه اللي يتم اطلاقها على هذا الحدث. اصله من 50 قرش ل 5000 جنيه السهم؟ لا، هو من 50 قرش ل 500، بس هو لا كان ب 50 ولا راح ل 500. فخلينا نوضح النقطه ايه. فهم طاقه عربيه هو سهم لشركه من القطاع الخاص تم طرحه في البورصه فيما يسمى بالطرح الفني، وده نوع مختلف من انواع الطروحات. هيئه الرقابه الماليه استحدثت هذا النوع كنوع من تسهيل عمليه الطرح علشان تساعد وتجذب شركات القطاع الخاص للطرح في البورصه، وده امر مهم جدا. ده مش اول طرح يتم عن طريق الطرح الفني او ما يسمى بالطرح الفني، في عندنا طرحين اخرين، احدهم في الشاشه الرئيسيه واحدهم في بورصه النيل او النايلكس. الطرح اللي في الشاشه الرئيسيه كان نهر الخير، والطرح اللي في النايلكس كان شركه لوتس، ودول تموا على مدار الفتره الماضيه وما حصلش فيهم اي مشاكل. الفكره بتاعت هذا الطرح ايه؟ ان لو عندنا 300 مساهم معاهم غير المؤسسين معاهم اكتر من اعلى من الحد الادنى لنسبه التداول الحر، بنطرح على طول الشركه في الشاشه الرئيسيه، ولو 100 مساهم غير الرئيسيين معاهم اكتر من الحد الادنى لنسبه التداول الحر بنطرح في بورصه النايلكس. فبالتالي سهم طاقه انطبق عليه شروط الطرح الفني. طيب ايه السعر اللي المفروض ينزل بيه؟ القيمه الاسميه، وفي نفس الوقت بنحط قيمة العادلة كسعر استرشادي، وده في الغالب اللي بيتم حوله التداول. اللي حصل ان القيمة الاسمية لسهم طاقة عربية هي 50 قرش، لكن هو ما تداولش ب 50 قرش اصلا. القيمة الاسترشادية كانت او القيمة العادلة كانت 8.90 جنيه، وكانت متوافق عليها في هيئة الرقابة المالية من المستشار المالي المستقل، ودي اللي تمت عليها عملية او صفقة تبادل الاسهم، وده هو الاساس اللي تم طرح عليه في البورصة. ولكن ما حدث بعد ذلك بقى هو ده اللي احنا اثار حالة من البلبلة، وهو ان بعض المستثمرين غير المؤهلين من الافراد اللي بيتداولوا عن طريق آلية التداول الالكتروني، وهو ان المستثمر عن طريق موبايل ابلكيشن او عن طريق التداول الالكتروني بيبقى قاعد مع نفسه من غير ما بيلجا لاي حد من الخبراء، قال لك انا اجرب ده، في حد عارض ب 500 جنيه هاخد 5 اسهم. في حد عارض ب 400 جنيه هاخد 10 اسهم. طبعا هذه الارقام اول يوم لتداول اي سهم على شاشه البورصه بيتم فتح الحدود السعريه عليه. وهذا الامر لم يحدث في اي طرح قبل كده، ان احنا دايما بيبقى الحدود السعريه مفتوحه، ممكن يشوف السهم بيطلع 100% في اول يوم، 50% 30%، لكن يطلع 89,000%، الامر ده كان امر غريب. وبالتالي
اضطرت البورصه المصريه ان هي تلغي جميع العمليات المنفذه خلال جلسه اول جلسه امبارح. تم التداول على السهم وفي حدود النطاق ال 20 جنيه، والنهارده السهم خضع للحدود السعريه وصعد في بدايه الجلسه اول 10%، عشان كده تم وقف التداول عليه ورجع تداول ثاني في ظل هذه الحدود اللي هي ما تقترب من ال 10%. نعم، اشكرك دكتوره رانيا يعقوب خبيره اسواق المال وعضو مجلس اداره البورصه المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب فاصل ونرجع نستكمل مصر جديده.